بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نغير شكل ايقونات اللانشر الرسمي بتاع شركة هواوي، وكمان ممكن ازاي نغير الخط. اول حاجة خالص بنفتح جوجل بلاي ستور، متجر جوجل بلاي، وبنبحث عن البرنامج ده. بعد كده بننزله وبنفتحه. ممكن بختار سيم، لو انا اصلا عندي سيم انا عامله بالفعل قبل كده، او بنعمل تصفح وبنختار مثلا ملف سيم زي اللي موجود في وصف الفيديو، زي سيم خط النسخ، وبنقول له موافق. بعد كده بنقول له ابدأ، نتك على ايقونات التطبيق وبنقول له استخدام ايقونات مخصصة التالي. بعد كده بنقول له استيراد حزمة ايقونات كاملة، وبعد كده بنقول له اختار، نتك على اختار حزمة ايقونات ديت، وبنختار السيم باك او الايكون باك قصدي اللي عندي جي يو اكس ايكون مثلا. بعد كده نقول له تم. بعد كده نقول له رجوع رجوع. بعد كده نقول له التالي. ممكن بقى لو انا عايز اسميه اسم جديد، او اعمل يبقى سيم جديد بدل ما كان فيه الخط بس يبقى فيه الخط والايقونات، فممكن بعمل سيم جديد بالاسم جديد لو عايز، وليكن جي يو اكس 5. بعد كده بنقول له اتمام. بعد كده بنقول له موافق. بروح على السمات او سيمز، نيجي عند خاصتي السمات الخاصة بي، بلاقي جي يو اكس 5 اللي انا عامله، وبقول له تطبيق. بلاحظ الايقونات شكلها اختلف والخط كمان. طيب لو انا نزلت بعد كده برنامج جديد ما كانش موجود عندي، مثلا تويتر، هلاحظ ان ايقونة تويتر مش واخدة نفس شكل الايقونات اللي انا مختاره، فبعمل سيم من جديد. طبعا ممكن كل فترة بقى اعمل كده عشان ميبقاش كل شوية. بفتح البرنامج تاني وبختار بقى السيم اللي انا عملته قبل كده بالفعل اللي هو جي يو اكس مثلا 5. بعد كده بقول له ابدأ، وبعد كده برضو بقول له ايقونات تاني نفس الكلام تاني، استيراد جي يو اكس ايكونز، وبقول له تم، وبرضه رجوع رجوع. بعد كده بقول التالي، بس لازم هنا ما ينفعش استبدله، لو استبدلته في الغالب بيبقى نفس الايقونات، او ممكن لازم ريستارت او كده. فهنا احسن ان انا اعمل عمل سيم جديد واسميه مثلا جي يو اكس 6 اهو. بعد كده بقول له اتمام. بفتح بعد كده السمات، بلاقي طبعا، بس عايز نرجع لورا تاني، اخش على السمات الخاصة بي، هلاقي هو تحت جي يو اكس 6، بختاره وبعمل تطبيق. هلاحظ ان ايقونة تويتر دلوقتي شكلها اتغير واخدت نفس شكل الايقونات اللي عندي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.